كان عرض مزيان برشا برشا الحقيقة، واستمتعت فيه. أنا عرفت كلمة العروض اللي ساعات الفنان يسرق هو مساحة لنفسه، خلينا من الجمهور، الحمد لله هم تفاعلوا، أما احنا بالحق أنا استمتعت، خاطر غنيت مش ديما اليوم تلقى فرصة، سواء كان في البرامج أو حتى في الحفلات، في دي زيفينمون ولا دي فيستيفال أخرين كبار، فما غنيت تنجمش تغنيهم، لكن كي يبدا الحفلة فيها تيم معين تسمح لنفسك أنك تتغني غنيات ما يتغنيوش ديما ولا دونك. كانت حفلة مزيانة برشا. وعلاش أم كلثوم؟ أنا نحب برشا أم كلثوم، هي مدرستي الأولى. وي معناتها كي صغيره برشا، معناها 6 7 8 سنين، ما كنتش نستسيغ، ما نفهمش صوتها بالكدا، وهذايا نشوفه عادي، خاطر صوت ام كلثوم معناتها كان يظهر بالنسبه لطفل خشينه. كنت نتسائل ديما اسكو راجل امراه، اما من بعد كي بديت نفهم، معناها نذكر الاج 12 13 ans سي تسمع سونيا تقول في غرامة 6 7 سنين ما كنتش نستصيغ، هي ديجا تستصيغ الفن وام كلثوم بداية عبد الحليم وقتها. نحب عبد الحليم. انت بون نفهمها اللي تقول لك ما كنتش نستصيغ، اما راهو انت وذنك اللي على شنو تربيت. انا نتفكر كي كنا صغار كانت امي مغرومه ياسر بام كلثوم، تحط كاسات ام كلثوم في الكرهبه، دونك احنا تعلمنا ام كلثوم على بكري. دونك واحنا صغار بالكل نغنيو مع الاغنيه، خاطر كاسات نسمعوها اون بوكل، كل ما انا ماشيين من المكتب، كل ما انا مروحين من المكتب، دونك وذنك تاخذ عليها وتتعلم. ما انا فاهمين حتى شيء من الكلام بطبيعه الامر، اما حافظينه كمان. اسمع في عمر ياسر بكري تغرمت بام كلثوم، وزاده غاليه بنتك صغيره ومغرومه بالفن وتغني وتحس روحها في بيت وي، اما هي غلوله مش اوكسيدونتال اكثر. داكور. ما نحبش نقول للاسف، معناها خاطر سي سون شوا. اليوم الجيل اللي طالع توا الكل مالوغوزمون معناتها نشوف اللي ماشيين اكثر يمكن باليوتيوب، معناتها السمع تبدل، رغم اللي احنا في الدار نسمعوا برشا معناها عربي، ما هي تحب وتغني تكنيكمون زاده تبارك الله عليها، معناها تقولش عليها بنت ويتني يوستن مثلا، مش بنت اسماء بن احمد.